اولا اشكر الثقه الكبيره التي حظيت بها واعضاء المكتب التنفيذي للمنظمه من قبل اعضاء الجمعيه العامه او المؤتمر، فصراحه هذه مسؤوليه كبيره، ولكن في نفس الوقت نحن واعين بهذه المسؤوليه، لان هذه الثقه تزيدنا قوه وعزيمه على العمل يعني بدون انقطاع ان شاء الله من اجل ترقيه هذا الاعلام الرياضي في الجزائر، وهذا هدفنا الى جانب الهدف الاساسي ايضا اللي هو تحسين او العمل على تحسين الظروف المهنيه والاجتماعيه لجميع الزميلات والزملاء. طبعا اليوم احنا هذا يعني المؤتمر او هذا الاجتماع هو في الحقيقه ناقش ايضا يعني اضافه للحصيله الماليه والادبيه ناقش ايضا الوضع العام الذي يتواجد فيه الاعلام الرياضي، وهذا الوضع اذا اردنا ان يتغير فعلينا ان نتكاتف ان نتضافر من اجل تحسينه والى الافضل، لان احنا كمنظمه بدون صحفيين لا نسوي شيء. يعني اليوم انا ادعو من خلالكم كل زميلات وزملاء الى الالتحاق بالمنظمه او الى خلق منظمات او الانضمام الى منظمات او نقابات اخرى، ولكن يبقى الهدف هو الدفاع عن المصالح المشتركه للصحفيات والصحفيين، لان هذا هو هدفنا في وبالمناسبه وجه رساله ايضا الى السلطات الى المؤسسات الاخرى التي هي على علاقه مباشره مع الاعلام الرياضي من اجل العمل سويا، من اجل العمل كشركاء، من اجل تقديم صوره تليق بسمعه وصورة الجزائر كبلد محوري في افريقيا وحتى في حوض البحر الابيض المتوسط. فعلا النقاش كان مثير جدا، ولكن في اطاره الايجابي، يعني الايجابي بمعنى انه كان تنظيم محكم بالنسبه لهذا الملتقى هذا الثالث، تنظيم محكم جيد في اطار محترم في اطار قانوني، يعني تطرقوا الى قراءه التقرير الادبي، فكانت المسابقة على التقرير الأدبي ثم التقرير المالي، فكانت المسابقة كذلك على التقرير المالي، ثم أكيد أنه مشينا لتقديم أعضاء المكتب، مكتب يعني الجمعية وكذلك رئيسها، فكانت بالتزكية أكيد. لماذا بالتزكية؟ لأنه المنظمة عملت يعني أعضاء أعضاء المكتب أو الرئيس عملوا بجد خلال هذه السنوات رغم يعني بعض الظروف اللي كانت قاسية خلال كوفيد وغيرها، وبالتالي احنا كصحفيين نعترف لما نشوف يعني زملائنا يعملوا في الميدان، فهذا خلانا نكونوا مرتاحين وصدقنا بالاجماع وخرجنا يعني كلهم فرحانين. نشوف يعني انتهت الندوه، انتهى الملتقى، ولكن بقوا يعني يتحاوروا ويتشاوروا فيما بينهم، وهذا خدمه للاعلام والصحافه بصفه عامه وكذلك الصحافه الرياضيه بصفه خاصه. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.